كم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادي نحضر معكم اليوم. اليوم غادي ندير معكم واحد الحوايج المعسل ولذيذ بزاف، وصراحه ثاني يستاهل التجربه. ونتمنى والله ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن ديال المشاهدين. هذا العصير ديالي ديال الخوخ اللي قلت لكم والشهدية، ها هو فاش درت له السكر طلق هذا الماء من عنده. ها هو البنات شوفوا هذا الماء اللي طلق، ها هو. دابا غادي نطحنو وندوز ندير معكم الطويجن ديالي ان شاء الله. ونتمنى الغديوه ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم وتكون عن حسن الظن ديال المشاهدين ديالي المتتبعات الوفيات اللي كيتابعوني في القناه ديالهم. الطويجن اليوم نشارك معكم الغديوه ديالي، طويجن بالزبيب والبصله. عندي هنا كي تشوفوا واحد كيلو ونص ديال البصله، 9 ديال 10 ديال حبات البصله صغار. عندي هنا الدجاج، هادو ندير فيه هاد الرجيلات، واحد المعلقه ديال العسل، شويه ديال القرفه العطريه، غير هادشي فاش مشرمل فيه الدجاج. شويه ديال الزبيب، غادي ندير دابا واحد جوج بصيلات من التحت هكذا، غادي نفرشهم من التحت يعني على شكل دوائر هكذا. ندير 3 بصيلات من التحت والاخرين غندير البنات البصيلات من الفوق كي تشوفوا. انا تبلتو من البارح، غير غادي نحطو هكذا طالق فيه ديك الشرموله ديالو. نحاولو نديرو رجيلات هكذا البنات، غندير هاد البصيله هي على شكل شنفات هكا عرقه. تنستمر تنقطع البصله ديالي كلها البنات بهذا الشكل هذا. وانا تنسالي هاد البصله اللي عندي سخونيه، هاد الطاجين تيجي لذيذ 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 بزاف هكذا، تيجي زوين بلا خضره بلا والو. غنديرو غير بالزبيب والبصيله. البصيله تنقطعها رقيقه كما تشوفوا. هذا هو الطاجين ديالي اللي كندير انا مع السلب الدجاج، تيجي رائع هكذا البنات هكذا. نستمر هكذا وانا تنقطع البصيله ديالي عند هذا القلب هكذا، نحيدوه. انا تندير البصله كثيره البنات، وكان كتنزل ما كنلقاش البصله بزاف كي تشوفوا هكذا. نزيد نقطع هاني دو ديروا هاد البصله على واحد القطعه وتقطعوها كلها، غادي تبداو تصايبوا الطويجنه ديالي هكذا كي تشوفوا. ها هي داك التوابل اللي كنت تبلت فيهم الدجاج هما اللي غادي نكبهم هكذا فوق هاد البصيله، ودرت شويه ديال الزبيب هكذا البنات. غادي ندير دابا درت الزبيب كي تشوفوا، ها هو واحد الربعه ديال الزبيب. ندير واحد شويه ديال القرفه العسل، حتى من بعد تيبغي يطيب الطاجين تنزل ليه البصله مزيان. عاد نخلطها بشويه ديال الماء دافي، كل ما دافي البنات ونلوح عليها من الفوق، ولا بغيتو ديرو حتى سنيده كتجي رائعه حتى هي للتعسيل، تجي زوينه الطاجين هكا معسل. ديرو البنات غادي نديرو ندير شويه ديال المليحه وشويه ديال زيت العود، وغادي ندير الطويجنه ديالي الطيب، وغادي ندير الطاجين ديالي يطيب. بعد ما ندير المليحه، الدجاج عندي فيه الملحه، غادي ندير الملحه على حساب هاد البصيله، حيت هاد الطاجين مالح حلو تيكون معسل، تيكون هكا مالح حلو. ما كنديرولوش الماء حيت هذيك البصيله فاش كتنزل راه كتطلق الماء البنات، كتطلق ليا الماء. صافي غادي ندير واحد الحديده علاش كندير الطاجين ديالي، وغادي نصل البنات الفران البوطا، وغندير الطاجين ديالي يطيب ان شاء الله حتى يطيب ونوريكم الشكل ديالو. هذا هو العصير ديالي اللي درت معكم، غادي ندخلو للثلاجه يبرد. عطاني هاد 3 القرعات هكذا كبار كي تشوفوا هكذا، راهي كبارين. غادي نديرهم حتى يبردو وندوز نحطهم مع الطاجين.
وندوزو غدانا ان شاء الله، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون حظكم ديال المشاهدين. بعد ما درت الطويجن ديالي هكذا ودرتو دابا على البوطه، وغنقصلو البوطه، غنخلي حتى تنزل هاد البصينه مزيان البنات، ومن بعد ندير لها شويه السكر ولا العسل اللي عجبكم باش غادي نعسلو. وانا غندير شويه ديال العسل، العسل عندي حره غادي نديرها، كتجي زوينه حتى هي في العسل، واللي ما عندوش يمكن له يدير غير السكر وتجي رائع. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا حتى نوريكم شكل ديال الطاجين ديالي والغديوه ديالي ديال اليوم احبابتي، شاركتها معكم كلكم، ونتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم يا ربي. الطويجنه ديالي البنات كيتقلب وتعسلت على حقها وطريقها، ما بقى فيها لا مريقه لا والو، بقى فيها عيد الزويته معسله كيف تشوفوا هي، وما لصقاش ولا تيبان تحت ديال الطاجين البنات. ها هو شوفي دايره، جات رائعه. ونتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم، هذا هو الشكل النهائي ديالها، ونتمنى تكون حسن الظن ديالكم. وابوني ولا شيء وفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، خليكم في امان الله وحفظه، الى اللقاء البنات.